بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم في كورس اندرويد. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنجيب مع بعض برنامج اندرويد ستوديو، تمام؟ وحاول تكون محدثه لاحدث اصدار، وهنعمل ستارت ا نيو اندرويد ستوديو بروجكت. هنعمله Empty Activity عادي جدا، وهنعمل Next وهنسميه بأي اسم مش هيفرق معانا، ونحاول نختار API حديثة، تمام؟ وهنختار اللغة Kotlin، أوكي؟ بس وهندوس على Finish. هيبدأ ينشئ البروجكت بفضل الله زي ما شايفين كده، تمام؟ وهجيب الاكتيفيتي مين الديزاين بتاعها، وهنبدا نشوف مع بعض. ننزل بس دي كده من المايس تحت، ونجيب دي كده سنه، ونكبر كده شويه الشاشه الخاصه بالتصميم. يا جماعه هنا بص، عايز اخليك تاخد شويه على الكونسترينت لاي اوت. ايه موضوع الكونسترينت لاي اوت؟ احنا متعودين على ايه؟ لينير لاي اوت وبنظبطها براحتك انت بقى. شوف عايز تعمل لاي اوت فيرتيكال، عايز تعمل لاي اوت هوريزونتال، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل. ولكن الكونسترينت قصه تانية خالص، بس لازم علشان تشتغل بيها تكون فاهمها. موضوع الكونسترينت، كلمه كونسترينت اصلا يعني ايه؟ كلمه كونسترينت يعني قيد، ولاي اوت معروفه، فهو يخليك تعمل لاي اوت في الشغل بتاعك مقيده. مقيده ازاي؟ لكل عنصر. يعني ايه لكل عنصر؟ يعني بص، هو لوحده حاطط لك ايه؟ هلو وورلد هنا، اوكي؟ تيجي تقف عليها كده تلاقيها، انا واقف عليها دلوقتي تلاقيها واخده يمين واخده شمال واخده فوق واخده تحت. خد بالك هتفهم الكلام ده كمان شويه. هو لوحده عملها لك تلقائي، فاهمني؟ الكونسترينت لي اوت بتدي للعنصر اللي على الشاشه بتاعك بعض القيود علشان تخليه براحتك انت فيرتيكال، وبراحتك انت هوريزونتال. يعني تظبطه فيرتيكالي زي انت ما عاوز، وتظبطه هوريزونتالي زي انت ما عاوز، يعني تظبطه راسيا وافقيا زي انت ما عاوز. ولكن ازاي؟ عن طريق الاربع جهات المعروفه: توب رايت بوتوم ليفت، تمام؟ هنا لو انا شغلت البرنامج على كده، انا هشغل البرنامج على الديفايس الموجود دون، تمام؟ بيعمل اهو بروسيسز تحت شغال زي ما اتعودنا، تمام؟ احنا عارفين كويس اندرويد ستوديو محتاج رامات كتير، محتاج انترنت سريع علشان يظبط شغله، وبعد كده تشتغل عليه عادي، تمام؟ هنا لما شغلت كاتب لي ايه؟ هلو وورلد في نفس المكان، ماشي؟ طيب ماشي خلاص، اقفل اقفل الابلكيشن، ارجع تاني الاندرويد ستوديو، ركز معايا واحده واحده. هو معاك، بص هاخد هلو وورلد دي بايدي انا، وايه؟ هطلعها فوق كده، ماشي؟ حطيتها في مكان تاني، انا كده حطيتها بايدي في مكان تاني. شغل بقى بعد اذنك، بعد لما نقلتها على نفس الديفايس، اوكي؟ طلع في نفس المكان صح، مفيش مشكله، ماشي حلو قوي. خلاص ماشي اقفل، اوكي مفيش مشكله خالص. عايز تكبرها شويه يا عيني، مفيش مشكله، هتلاقي عندك التكست سايز اهي، ولو مخفيه اوكي اظهرها وغير، خليها لك على 24، اوكي ماشي. هاتها كده، بص حاططها في مكان بمزاج انا. بص شغل شغل، تعال نشوف مع بعض. ها حلو قوي، بتستجيب صح؟ يعني انت مطرح ما بتحطها راسيا وافقيا بتستجيب معاك، مفيش اي مشكله، صح كده؟ هقول لك بقى ليه بتستجيب. ركز معايا قوي في الحته دي، ليه العنصر ده بيستجيب؟ لان العنصر ده هو لوحده مديله اربعه كونسترينت، ولذلك بص في اربع دوائر هم موجودين. لما بقف على واحد منهم
بيكتب لي ايه هنت، ديليت توب كونسترينت هنا، ديليت رايت كونسترينت هنا، ديليت بوتوم كونسترينت هنا، ديليت ليفت كونسترينت. الله، هو انا عملت حاجه؟ لا، ده هو حطه تلقائي. طب انا ليه بقى بقول لك الكلام ده كله؟ علشان لما اجي احذفه خالص كده، بص ديليت خالص ماشي، ورحت جاي مثلا منزل تكست فيو من عندي انا اهو بالشكل ده كده. بص انا حطيته فين؟ اقول لك على حاجه، كبر لك التكست بتاعه، تكست سايز بتاعه اهو، خلي مثلا ايه على 18 خلاص. بص انا حاطه فين هنا، شايف اهو؟ لو انا شغلت دلوقتي، خد بالك انا حذفت بتاعه هو اللي كان حاططه لي، ورحت حاطط انا واحد من جديد. شغل بقى دلوقتي وركز قوي معايا على نفس الديفايس اهو. خلاص احنا منتظرين البرنامج يطلع اهو. ماشي، نبص بقى. ايه الموضوع بقى؟ ايه ده ما استجابش؟ التاني كان بيستجيب زي العفاريت صح؟ لكن ده اللي حصل، تلاقيه واخد زاويه لوحده كده فوق من على الشمال، واخد بالك؟ هم حتى هنا عاملين لك خدمه جميله. بص هتلاقي على العنصر هنا في الكومبوننت تري، هتلاقي على العنصر في علامه حمراء كده، شايف علامه تعجب حمراء؟ لو رحت ايكون حمراء كده، لو دوست عليها، لو لمستها، بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك this view is not constrained، مش واخد اي كونستريت خالص، مش واخد. انت جوه كونسترينت لاي اوت وما اديتوش اي كونسترينت خالص عشان تظبطه بيها. هنا بقى تقف عليه على العنصر اللي انت عايز تظبطه، وهتلاقي الاربع نقط اللي كانوا من شويه مليانين في البتاع اللي هو كان حاطه لك بشكل افتراضي، دلوقتي هم فاضيين. تيجي تقف بقى تلاقيه عمل لك علامه خضراء مش حمراء، كاتب لك كرييت توب كونسترينت، يعني اعمل قيد من الاعلى. وهنا بص هتلاقي كرييت رايت كونسترينت، يعني اعمل قيد من اليمين. وهنا كرييت بوتوم كونسترينت، يعني اعمل قيد من تحت. وهنا كرييت ليفت كونسترينت، يعني اعمل قيد منين؟ من على الشمال. هنا القيود دي موجوده لان انا حاطط عنصر جديد. هبدا بقى انا اللي اكونها. خلاص، اكونها ازاي؟ بتقف كده وبتشد بالماوس وتشوف انت عايز تعمل ايه. يعني مثلا انا عايز اعمل كرييت توب كونسترينت، هروح ماسك كده، انا دلوقتي لامس اهو. بص هثبت ايدي بالماوس كده وهشد وارفع لفوق كده كده، هو خد ايه؟ التوب بتاعه. بص لسه العلامه الحمراء موجوده على فكره. التوب كده، بص ركز كده، فيرتيكالي هيتظبط معاك. يعني ايه؟ يعني بص لو انا دلوقتي نزلته تحت، من شويه هو ولا كان متظبط ولا فيرتيكالي ولا هوريزونتالي، كان من شويه فوق على الشمال مش متظبط خالص. لكن دلوقتي بعد ما اديته توب كونسترينت ونزلته تحت، شغل كده. بص تعال نشوف مع بعض وركز قوي. بص استجاب للفيرتيكالي ولم يستجيب للهوريزونتالي. ليه يا باشا؟ لان انت ولا مديله ليفت ولا مديله رايت. ما هو ثواني، معلش ركز. ما هو ايه الفيرتيكالي؟ الفيرتيكالي اللي هو التوب والبوتوم، الهوريزونتالي اللي هو الليفت والرايت. انت ما اديتوش ولا ليفت ولا رايت. ولذلك بص العلامه الحمراء لو رحت لمستها دلوقتي بعد ما اديته التوب، خد بالك. بص بيقول لك this view، غير كلامه، this view not constrained horizontally. هو خد فيرتيكالي اللي هو التوب يعني، لكن ما خدش حاجه ايه؟ ما خدش حاجه هوريزونتالي. فلو انت جيت اديته حاجه هوريزونتالي سواء يمين او شمال بالمنظر ده كده، بص هاته بقى في الحته اللي انت عايزها دلوقتي كده. انت مديله التوب والايه والليفت، ماشي. انا ممكن اديله بقيه الاتجاهات يعني، ما فيش اي مشكله خالص، بتعمل اللي انت عايزه. فاهم الفكره ازاي؟ دلوقتي هيستجيب معاك فيرتيكالي وهوريزونتالي. بص شغل كده اهو كده، انا حطيت العنصر في مكان معين اهو، استجاب معايا، استجاب معايا. ولكن هنا بقى الكونسترينت لاي اوت دي بتوفر عليك شغل جميل جدا جدا جدا، وهي ايه؟ بتعمل حساب سمارت للديفايس المختلفه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي بتقف هنا، بص كتب لك ايه؟ 260 و184، معناهم ايه دول؟ هو لوحده هيحسب لك المساحه دي والمساحه دي على كل الديفايسز، بحيث ان انت لما تشغله يبقى في نفس المكان هوريزونتالي وفيرتيكال. فاهم الفكره؟ انا ممكن بقى اديله من الايه؟ من الرايت عادي كده، ومن الايه؟ ومن البوتوم.
واحطه في الحته اللي انا عايزها بقى، مش فارق معايا كده. هو فيرتيكال هوريزونتالي من كل الجهات، بتبدا انت بقى ايه تمسكه وتغيره زي انت معاوز. فاهم الفكره كده ازاي؟ شوف انت عايز ايه وتغيره. عايز تعمل ديليت لاي واحد فيهم، روح وقف اعمل ديليت، انت حر اهو، اعمل ديليت اهو، مفيش اي مشكله خالص، تجيبه في الحته اللي انت عايزها. انا رحت عامل كده مثلا، واخد بالك ازاي؟ عملت كده. وعايز انزل عنصر تاني مثلا بلين تكست قصاده، جبت بلين تكست كده حطيته ايه قصاد منه كده، ماشي. البلين تكست ده انا ما اديتوش كونسترينتس خالص، ما اديتوش اي كونسترينتس. لو شغلت دلوقتي ايه اللي هيتم؟ اهو شغلت من جديد اهو، نشوف كده مع بعض ايه اللي هيتم. ابص فوق خالص، شمال خالص، ماشي، ولا اديته ولا هنا ولا هنا. طب بص، هل لازم ان انا ادي العنصر الجديد ده من الحافه؟ يعني انا اديت لده من الحافه، من الحافه يعني ايه؟ يعني اقصد الشاشه يعني، او الكونسترينت لاي اوت نفسها. هنا مش لازم العنصر اللي بعده اديله من الحافه، على فكره ممكن اخلي عنصر يعني مبني كونسترينت مقيد على عنصر اخر. يعني ايه؟ يعني بص انا عندي اهو ده، لو انا مسكت كده وقلت له كرييت ليفت كونسترينت ورحت رابطه بالتكست فيو اللي جنبه بالشكل ده كده، اه شفت بقى، وارجع بقى اغيره زي ما انا عاوز. خدت بالك ازاي جت؟ بص شغل كده وشوف اللي هيحصل عشان تفهم قوي بفضل الله. بص تعال نشوف مع بعض كده، بص استجاب ازاي. هو استجاب من ناحيه الشمال لكن ما استجابش من فوق. خدت بالك ازاي ما استجابش من فوق؟ لان انا ما اديتوش توب كونسترينت، هو مش مبني على حاجه، اللي جنبيه هو اللي مبني، التكست فيو هو اللي مبني، تمام. طب لو انا ربطته بقى كده، امسكه من هنا كده واربطه لفوق بالمنظر ده، روح مرجعه تاني، شغل على كده. قبل ما ترجعه شغل اهو، ريحك، شغل عشان تبقى في دماغك بفضل الله كل الايه، كل الاحتمالات. هات البرنامج اهو، شايف عامل ازاي؟ ارجع بقى ايه، حطه في الحته اللي انت عايزها، هات ده كده وايه، هاته كده هنا ونزله كده مثلا بالمنظر ده. شوف انت عايزه يبقى ازاي بقى، شوف انت عايزه يبقى ازاي وظبطه زي انت ما عاوز بالمنظر ده كده، ماشي. اه شايف عامل ازاي؟ اه ظبط اللي انت عايزه كده، تمام، ماشي كده، تمام، ماشي، براحتك، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله، ماشي كده، انت ظبطته خلاص. طب شغل بقى، تعال نجرب كده. اه شايف عامل ازاي كده؟ انت بقى ايه عايز تنقلهم، ظبطهم بقى براحتك، تمام. اهو انت علمت عليهم كده الاثنين، خدهم بقى في المكان اللي انت عايزه وظبطه. عايز تعمل قيود تاني من اليمين ومن تحت، براحتك، دي حريه ترجع لك انت في التصميم بتاعك. انت معاك الاربع قيود لاي عنصر، ولما بتقف على عنصر بيوضح لك كل حاجه، بيقولك ده واخد من فوق كذا ومن تحت كذا، وممكن تلغي او تضيف. بص عامل لك زائد لان انت مش ضايف في اليمين وفي اللي تحت، وعامل لك هنا دايره، ولما بتروح كلوز علشان تدليت، يعني لو انت عايز ايه تدليت. لو نزلت العنصر على الكونسترينت لاي اوت من غير اي كونسترينتس، اللي هيحصل ان هو يبقى فوق خالص وعلى الشمال خالص. حطيت له كونسترينتس بيبدا يتظبط معاك حسب الكونسترينتس اللي انت ايه حطيتها، وممكن تعمل اللي انت عايزه. يعني مثلا ديليت لكل ده كده، وتعالى ننزل بلين تكست بالمنظر ده كده. بص هو بيحط لك لوحده شرط، يعني بص انا ماشي بالعنصر اهو، بص يعرفني انا على الحافه، بص سيب الشويه دول، تطلع براحتك، سيب الشويه دول من هنا، سيب الشويه دول من الناحيه دي، سيب الشويه دول، فاهم؟ بينظم لك شغلك لوحده، وبتيجي تمشي كده بيه يقول لك انت كده في النص، تيجي تنزل بيه لتحت يقول لك انت كده فين؟ في النص. خدت بالك؟ يعني بيساعدك على التصميم اكتر، بيساعدك ايه على التصميم اكتر، بحيث تحط العنصر بتاعك في المكان اللي انت عايزه. المهم نفترض انك انت حطيت العنصر هنا، هو مش واخد اي كونسترينتس، تعال نديله توب كونسترينت بالمنظر ده كده، هو هيطلع لفوق، هجيبه انا لتحت بقى تاني، مفيش اي مشكله. ما انت بتديله الكونسترينتس وبعد كده بتبدا تحركه في الحته اللي انت عايزها. المهم ده كده واخد من التوب بس، ماشي الكلام، واخد منين؟ من التوب فقط. ورحت جاي انا منزل بلين تكست تحت منه كده، ورحت مخليه بالظبط تحت منه، ورحت
هعمل بقى ايه، كرييت توب كونستريكت مبني على اللي فوق، بص بالمنظر ده كده، خدت بالك؟ ورحت جاي منزل واحد تاني بالمنظر ده كده، وهخليه برضو بنفس المحاذاه بتاعتهم، وهروح بانيه على اللي بعده بالشكل ده كده، انت واخد بالك؟ وممكن احركهم يعني، ممكن اضم ده على ده اكتر، واضم ده على ده، وابعد ده عن ده براحتي مزاج انا، ماشي؟ ده بعد ما اديت الكونسترينت كده، انا مدي لده كونسترينت منه للحافه على طول، لحافه الشاشه، وهنا مدي لده ياخد من اللي قبل منه، ومدي لده ياخد من اللي قبل منه، فهم كده اتبنوا راسيا فيرتيكالي. بص شغل كده اهو، ونشوف مع بعض كده ايه الاخبار. اه بص، اتظبطوا راسيا، لكن لم يتم ضبطهم ايه، لم يتم ضبطهم افقيا، لان زي ما قلت قبل كده، ولا اديته يمين ولا اديته شمال. خلاص، لو انا وقفت على ده كده ورحت جاي مديله ايه شمال، وقفت على ده كده ورحت جاي مديله ايه شمال، وقفت على ده كده ورحت جاي مديله ايه شمال، واخد بالك كده؟ كلهم مظبوطين. وقفت على ده كده ورحت جاي مديله يمين اهو، وقفت على ده كده ورحت جاي مديله ايه يمين بالمنظر ده، وقفت على ده كده ورحت جاي مديله يمين بالمنظر ده، انت واخد بالك اللي حصل؟ لما انا اديته شمال ويمين بقى في النص لوحده، لما انا رحت اديته شمال وبعد كده رحت اديته يمين بقى في النص، انا كده بعملهم مع بعض، خد بالك؟ يعني انا بحاول ايه، بحاول اخليك تاخد عليها من ناحيه ان لو عندك عنصر واحد وبدات بيه، وبحاول اخليك تاخد عليها ولو انت عندك اكتر من عنصر، فهمني؟ لو انا جيت شغلت دلوقتي بفضل الله هتلاقيهم مظبوطين فيرتيكالي وهوريزونتالي، شوف اهو مظبوطين معاك. وكده كمان بيخدمك في حاجه تاني، لما يكونوا كده تابعين لبعض، لو انا مثلا مسكت اول واحد ده ورحت جاي رافعه فوق سنه، بص بيحافظ لك على اللي تحت منه، لو انا مسكت اللي فوق ده ورحت جاي منزله كده لتحت، بص بيحافظ على اللي تحت، مع ان انا معلمتش عليهم. انا عارف انت هتخاف والاحوط وتروح معلم عليهم كده وتحرك براحتك، واخد بالك؟ لكن هو انت لو خدت بالك، هو يحافظ لك لوحده على الشغل بتاعك، فاهم الفكره؟ ممكن انت تقف وتعدل على اي واحد فيهم، شوف انت يعني ليك الحريه وعندك الاوبشنز هنا كتير، فهمني؟ لو شغلت على كده هتلاقيه متظبط فيرتيكالي وهوريزونتالي، تمام اهو بالمنظر ده كده. تيجي بقى تظبط زي انت ما عاوز، جيت مثلا رحت جاي منزل مثلا ايه باتن هنا، انا دلوقتي عايز اكبر البطن، خلاص بقى مش عايزك ايه، مش عايز الاربع نقاط دولك يعملوا ايه، يشوشروا عليك في انك ممكن تكبر الحاجه وتصغرها، لا ما هو يا باشا اهو من هنا اهو، مفيش اي مشكله خالص اهو، عايز تجيبه هنا كده ماشي اهو بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، لو بعدت عن الاربع نقاط سواء راسيا او فوقيا هتعمل اللي انت عايزه، وعادي جدا لو انا رحت جاي بانيه على اللي بعد كده اهو، واديته ليفت ورحت جاي مديله رايت بالمنظر ده، بقى معاهم، بقى معاهم على طول، انت خدت بالك ازاي؟ بقى معاهم، الزرار بقى معاهم، شغل كده. انت مش هتحتاج بقى تعمل لاي ديفايس تاني، خلاص هو هيحافظ لك على الكلام ده في شغلك بالابعاد اللي انت عملتها، واخد بالك جت ازاي؟ هو لوحده هيحافظ لك في شغلك اهو، كل حاجه متظبطه زي انت ما عملتها، وهو لوحده هيحافظ لك، هيحافظ لك على المساحات دي، هيحافظ لك على المساحات دي في شغلك المختلف، في شاشاتك المختلفه. وزي ما قلت لك تقدر تقف تديليت لاي كونسترينت او تضيف كونسترينتس تاني، هو هنا بيعمل ايه؟ بيخليك بدل ما تعمل العناصر بتاعتك بترتيب معين، لا بيخليك تعمل اللي انت عايزه بس عن طريق كونسترينتس، عشان يبقى الشغل بفضل الله محكوم 10 على 10. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.